اللقاية المهجنات الأصايل مقدمة الشوط والمركز الأول في هذه اللحظات هكذا المجاميع المركز الأول لمشاهدين الكرام في هذه اللحظات في هذه الانطلاق عند السيد سعيد بن خليفة بن رشيد هو من الذي يتصدر الصدارة في هذه اللحظات بينما المركز الثاني واسم جلاد نقلتنا على المركز الثاني في هذه التحديات في هذا الانطلاق المميز والتي يأتي مشاهدين الأعزاء بهذا الانطلاق يأتي أيضا مشاهدين الكرام ويتقدم أيضا الطياري حميد بن عبد الله بن دويس الشامسي يأخذ المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث من الجانب الآخر أشعار بن دريم الذي يأتي على المركز الثالث والمركز الرابع المركز الرابع من الذي يتواجد في هذا المسار أيضا هناك مولع نايد بن مسلم بالزفن العامري خذ المركز الرابع المركز الخامس التواجد في هذه اللحظات من قبل شاهين مبارك بن راشد بن علي الشامسي خذ المركز الخامس او السادس والمركز السابع من الذي يتواجد في هذه التحديات وينضم ايضا مذهل صالح بن مسعود بن علي الغفراني هو من الذي المر ياتي على المركز السابع والمركز الثامن مشاهدينا الكرام يتقدم في هذه اللحظات في هذه التحديات المميزه مشاهدينا الكرام يتقدم ايضا رياض وهناك ايضا غالب بن محمد المركز الأول راهي على الصدارة وشاهين يحاول شاهين يحاول وناصي مع المركز الثالث اللحظات الأخيرة الناموس وين التهاني وين في هذه اللحظات أراح مع بن رشيد أراح مع بن رشيد هو من الذي يقدم شاهين في هذه اللحظات في هذه التحديات المميزة مشاهد الكرام سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي السلامي وتحياتي لأهالي القميرة في هذا المساء من أرضية مشاهدين الكرام عاصمة الميادين لحظات الوصول إلى خط نهاية المركز الثاني أيضا ناصي مشاهدنا الكرام سالم الدغاش بن محمد العامري المركز الثالث ينضم فيه أراهي محمد بن عيسى بن خميس الخيلي المركز الرابع المركز الرابع من الذي ينضم في اللحظات الأخيرة مشاهدنا الكرام أيضا الأسد محمد بن حمد بن سيف بن عيف العامري والمركز أيضا الخامس المركز الخامس مشاهدنا الكرام في اللحظات الأخيرة انضم وحظى على المركز الخامس مشاهدنا الكرام أيضا هناك الحساس وأيضا عامر بن محمد بن حيد المري هكذا ندانا مشاهدنا الكرام للمراكز الخمسة الأوائل وتوقيتنا الزمني 7:35 بالوفاء والتمام والكمال بينما اللي خد المركز الثاني لحظات وصوله وعبوره إلى خط النهاية مشاهدنا الكرام أيضا إلى المركز الثاني كان من نصيب أيضا ناصي مشاهدنا الكرام وأيضا قطع مسافة 5:35 أربعة من الأجزاء من الثواني والذي احتل ثالثا في اللحظات الأخيرة مشاهدين الكرام أيضا أيوة الحمد الكريم انضم أيضا راهي محمد بن عيسى بن خميس الخيالي أيضا احتل المركز الثالث وقطع مسافة السباق في زمن غدرة 7:36 من الأجزاء من الثواني تهانينا والناموس للجميع بسم الله الرحمن الرحيم نجدد التحية مع هذه الانطلاقة أيضا الجديدة